1214، حبينا نعرف هل ستأخذونها بعين الاعتبار عن قائمة صوتية للقضاة اللي يعتبرون فاسدين. أنا شخصيا لم أتوصل بأي قائمة، رغم معناها تعدد لقاءاتي مع الإخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، والإخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة السادة القضاة، ولكن بترك النظر على هذا نقول أنه في أي عملية محاسبة ومسالة، وهي محاسبة ومسالة ضرورية لأنه بدونها هي مش ممكن رجع الحقوق لأصحابها ورد الاعتبار للضحايا، ويدفع كل واحد وكل حال ثمن ما ارتكبه دائما بعيدا عن التشويه والانتقام وغيره. مثل هذه عملية محاسبة ضرورية واللازمة لإرجاع الأمور لنصابها ولمعناها إحقاق العدل والمساواة والإنصاف، ما تنجمش تكون على أساس قوائم أو على أساس ما يروج هنا وهناك مشافاة أو كتابة، ما تنجمش تكون الأحساب مسالة قانونية بناء على ملفات بناء على المعطيات بناء على حجج ثابتة وقاطعة. واللي نأكده أنا للجميع بترك النظر على القائمات أكثر من عدد العدد اللي حكيت عليه، أقل من العدد اللي حكيت عليه، اللي نأكد أنه لن يفلت أحدا من المسالة إذا ما ثبت ارتكابه لأي تجاوز أو معناها أي جريمة في حق الناس وفي حق أملاك الناس. وأبواب الوزارة مفتوحة أمام الجمعية وأمام النقابة وأمام كل تونسي وكل تونسية تضرر من أي فعل من أي معناها عامل في هذا معناها المرفق، ولو كان المسؤول في الوزارة ولو كنت أنا شخصيا، وكل من يتم التشكي به يتم البحث في جدية شكواه ويتم مساءلة المشتكى بهم ويتم معناها التثبت دائما بعيدا عن الهوس نتاع معناها عن الهلولة نتاع معناها الدعاية والهلولة نتاع الإعلام، لأن هذه الملفات تبحث وتحفظ فيها معناها كرامة الناس وتحفظ فيها كذلك معناها أسرار الناس، واللي يثبت ارتكابه ويثبت معناها تجاوزه ويثبت اعتداءه على غيره بقدرة الله يلقى الجزاء المناسب. والثابت عندي أنه هذا القضاء إن شاء الله العادل المنصف لن يكون إلا قضاء مستقلا، وأنه مشروع الإصلاح هو مشروع آني من خلال وضع الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب بناء على الكفاءة ونظافة اليد والنزاهة وما يحظى به من مصداقية داخل القضاة وداخل كل العاملين في مرفق العدالة. ولن تجدوا إن شاء الله أي مسؤول يعين نور الدين البحيري ممن يشكك في مصداقيتهم ونزاهتهم ونظافة يدهم. هذه حاجة الأولى وهي حاجة أساسية وهامة، أنه كل الاعتبارات السياسية الأخرى اللي كانت الناس تتعاقب على خاطرها وتتعاقب وتحرم معناها بسببها من حقها في الترقية ومن حقها في التحمل المسؤوليات هذه كذلك انتهت، فلن يكون معناها المنصوبين أو المحسوبين على انتماء النهضة في مقدمة من يعينون في المسؤوليات القضائية إذا كانت توفر شوية شروط، ولن يكون المحسوبين على أطراف أخرى حتى وإن ثبت لدينا أنهم منتمون لحزب أو مجموعة في الصف الأخراني حتى وإن توفرت فيهم الكفاءة، إلا عند الكفء والنزيه واللي به نظيفة بقدرة الله يكون في الموقع المناسب. وكم نتمنى أن يكون هؤلاء كثر وإن شاء الله نلقاهم كثر. الحاجة الثالثة نحن نعمل على إصلاح على أساس إصلاح جوهري وحقيقي وعميق، مش نحصر عملية الإصلاح في معاقبة البعض، لأن معاقبة البعض لا تمنع من وجود غيرهم، والمرض حشاك يتفشى في البدن تعالجه في الصباع بتاع الساق يطلع الصباع معناها اليدين. نحن بسبب وضع برنامج إصلاح شامل ينطلق من يوم الانتداب ومناظرة الانتداب والتكوين في المعهد الأعلى للقضاء من مواد تكوينية ومن أساتذة ومدربين ومن برامج ومن غيرها إلى يوم معناها ممارسة هذه المهنة ومتابعته من خلال تنفيذه حتى يكون فعلا معناها عملية البناء شامل. إصلاح القضاء مثلا مستعجلة ومتأكدة جدا جدا، محاسبة الفاسدين والرد الاعتبار للضحايا ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب كذلك مسألة مستعجلة، وهاكم قاعدين نشوفوا من خلال محصل على مستوى الديوان ومستوى بعض المسؤوليات في الإدارة المركزية، وسترون من خلال ما سيتم إن شاء الله قريبا قريبا جدا من اللي بمناسبة سبب بعض الشغلات، لأنكم تعرفوا كونوا بعض المحاكم منذ الثورة ما تمش يكون يتحمل فيها المسؤولية الأولى، بعض المحاكم الاستئناف ما فيهاش معناها خالية من الوكلاء عامين رغم خطورة المسؤوليات، بعض المحاكم
معناها فيها شغلات على مستوى كل جمهورية ورؤساء محاكم. معنا محكمة جديدة إن شاء الله مش نفتتحوها في نابل. أنا شخصيا أخرت موعد معناها افتتاحها رغم اللي كان مقرر معناها الأواخر ديسمبر لسببين: الوضع المادي اللي ما كانش ملام، وأعطينا تعليمات باش تتوفر الظروف المادية حتى يعملوا سال القضاة والكتب والظروف العادية، والثاني هو أنه حبيت عملية الاختيار تكون شفافة وعلنية. ولذلك لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي عندما نفتتح محكمة جديدة وجهنا رسائل لكل محاكم الجمهورية ولكل قضاة الجمهورية، قلنا لهم راه عندنا محكمة جديدة باش نحلوها في نابل، وهذه المحكمة نحبوها نموذجية، مش نموذجية في البنية، لا نموذجية في إطارها باش نبدو باش تكون مثال للقضاء المستقل، مثال القضاء النزيه وحده، مش معناها المحاكم الأخرى ما فيهاش قضاة نزاهة. نحب نختار محكمة نموذجية، وقلنا لكل من يأنس في نفس الكفاءة ولكل من يريد الانتقال للعمل في محكمة نابل يقدم معناها ترشحه من معناها رتب مختلفة، وقدمت عشرات المطالب وتكونت لجنة للنظر في هذه المطالب وفرزها، واختيار معناها السادة القضاة للمحكمة في حاجة لهم. واللجنة هذه تخدم معناها في إطار الشفافية التامة أمام الجميع، مع أن حدشين قبلوها. والمعايير هي في تحمل مسؤوليات الكفاءة المهنية والعلمية أولا، لأنه القاضي الذي يقضي بالحق وهو يجهله حتى في تخطف معناها، فهو مثلا جاهل الحق ولكنه خطفت بالصدفة بالتقاذة جات صحيح، هذا يراه تعرفوا شو مصيره وتنقل لكم عليه. والقاضي اللي يعلم الحق ويقضي بخلافه هذاك حدث ولا حرج، والوحيد اللي ينجو من جهنم هو القاضي الذي يعلم الحق ويقضي به. القاضي الجاهل في كل الحالات حتى كي يحكم حكم صحيح راهو قدام ربي ما يفلتش من العقاب. ولذلك الكفاءة المهنية أولا، الكفاءة المهنية ثانيا، الكفاءة المهنية ثالثا، النزاهة والمصداقية ونظافة اليد. هذه المعايير نحن اللي عندنا، واللي يلقى روحه في قناة 214 ولا في قناة 500 ولا في قناة 100 يتحمل مسؤوليته. نحن لا نظلموا الناس ولا نلفقوا تهم الناس ولا نعملوا حملات بنمسوا من أعراض ناس، لأنه هذايا معناها غير مقبول ومرفوض شرعا وأخلاقا ودينا وقيم ومبادئ، ولكن كذلك نخلي حتى حد يفلت من العقاب، والقانون يكون فوق الجميع، من رئيس الجمهورية لوزير العدل للقضاة للمواطنين العاديين. اللي يعمل حاجة باهية نقول يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ونجازيوه بالتشجيع ونجازيوه بالترقية ونجازيوه بالتكليف بالمهام اللي يستحقها، واللي يعمل حاجة خايبة عن حسنية نقول له ولدي راك غلط، خدمة ما تجيش هكا، صلح أمورك وبرامجي فهمتي، شوف كيفاش تعمل دورة تكوينية وتعمل راسك باش المرة الجاية مع شغلك. واللي يغلط عن صونية لأي سبب كان يتعاقب ويتجازى تبقى ما تقتضي القوانين. وإن شاء الله ربي يقدرنا، ونعتقد أنه القضاء وكل الأوضاع في بلادنا ماشي في حاجة للحملات العلنية اللي شهر فيها الناس بعضهم بعض، واللي يحولوا معناها يحولوا القضاة إلى عدالة بعضهم بعض، أو يحولوا المحامين إلى عدالة بعضهم بعض، أو يحولوا الفلاحة إلى عدالة بعضهم بعض، بقدر ما هي في حاجة إلى العمل معناها الدؤوب والعمل الجدي في 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 العمق، والعمل معناها الصامت، وفي حاجة للرجال تخدم ولسانها معناها ساكت، لأنه لسانك ثوانك. ونحن لنا في حاجة للدعاية، ولنا في حاجة للبهرج، ولنا في حاجة باش نعمل معناها فلتات هكا عالمية، ومعناها ونعملوا معناها هكا الشوك باش معناها كذا. نحن في حاجة للخدمة تحقق مصلحة بلادنا، ومصلحة بلادنا تتطلب الجهد وتتطلب العناية وتتطلب معناها الدقة، وتتطلب كذلك النزاهة، تتطلب النزاهة، وتتطلب انه الانسان معناها يراعي ربي سبحانه وتعالى، ويراعي القانون في كل ما يقوم به شخصيا. لست مستعد باش نمس من ارض حتى حد، ولا نمس من شرف حتى حد، ولا نمس من كرامة حتى حد، لانه هذا واجب ديني وواجب وطني وواجب معناها انساني. لكن كذلك بكل وضوح، كل من ارتكب شيء يتحمل مسؤوليته بعيدا عن الاضواء، وكل من عمل حاجه باهيه كذلك ينال جزاء بعيدا على الاضواء، والعبره بالنتيجه والعبره بخواتمها ان شاء الله. ما رايي